ومرحبا الساعة، والسلام عليكم وأهلا وسهلا، ويلكم مرة ثانية لسلسلة فاكتوريو. تذكرون يوم جبنا البطاريات وهالأمور هني؟ الحين بس باقي نتكتك شيء ثاني فقط، شيء صغيرون، اللي هو إن نبدأ ننتج الروبوتات. كيف بنتكتك؟ نحن شو نباع؟ أنا بخبركم، نحن نباع بادي، وعندنا كل المنتجات صح؟ كل 20 ثانية يقول لي هذا شو؟ كل 20 ثانية ينتج 20 ثانية ينتج واحد. ف أنا بقول كل ثانيتين أبا واحد، يمكن أتصور كل ثانيتين أبا واحد، بس ما أبا أكثر. والروبوت نفسه كم إنتاجه؟ نص ثانية. شفت كيف؟ استعباط صح؟ لكن بما أن عندنا كل شيء ترى الوضع سهل، لكن مشوار الحلقة بيكون أطول إن نحط كل شيء، أكثر من إن مشوار ك ليش ما نلفهم بالعكس؟ سؤال، حتى المصنع يكون عند البترول. لا لا لا، خلنا نوسع المكان أحسن بلا ضيقة. أصلا على كبر المكان اللي مسوينا بعد فيه ضيقة الصراحة. سوي 10، أوكي، على كبر المكان اللي مسوينا بعد، المكان مش كبير كفاية أحسن. شكله بسكر الأوتو سيف، هذا سوي لنا حشرة في حياتنا. وإذا ما تذكرون بالضبط نحن شو سوينا هنا، رجعوا قبل حلقتين بتحصلون كل شيء موجود، كل شيء مسوينه بيكون قدامكم موجود في الشانل، يعني ما صار مكان. الحلقة الماضية قبل الماضية، لا الماضية سوينا أمور ثانية هناك. أنا كبرت بعد إنتاجية في مكان ثاني، وسويت لاين جديد حق الطوابيق، بس عقب هاي بعدين أنا بقولكم شو سوينا، مش الحين. اللعبة هي لعبة تكتكة، بس غير التكتكة يبالها واحد يعرف يصمم، وانا مش احسن واحد اصمم الصراحة. ف اذا في سوء تصميم سامحوني. يعني انت يا صديقي سوي بدو، شفت بدو بدو، نسوي البدي، ناخذ لكم اللين لين هني، وهني اشوفه مكان حلو الصراحة اني انتج فيه هذا المكان، بس شو شوي مخرب عليه هذا. فخلنا نرتب اموره بحيث شو نسوي، نغير مكان مرة، نغير مكان الى هذا المكان. بس بكل بساطة، لا أكثر ولا أقل. ننشر كل المكونات مهني، استوى عنه مكان شوي مرتب أكثر. على كثر ما رتب أحس إنه يبال المكان ترتيب أكثر، يعني هذا لو أشيله فوق أعقة، أوسع المكان، لو أشيل شغلات ثانية بيكون أحسن أحسه. وأنا شليت هذا بدون ما، اوكي انا غلطان بعد في هالشي، هذا اوكي هذا بروحه في المسكين، مسكين هذا بروحه متروس. خلني اعقم فوق قال. كلهم فل، كل شيء فل، مو مشكلة بعدين بتفاهم وياهم، كلهم فل والله. لكن هذا ما عنده كهرباء، ليش نزل حبه؟ يمكن يعدل الموضوع. ما حلول بسيطة، مرات الواحد ينسى يسوي شيء بسيط ويكسر عمره بوقت طويل. يعني ترى هذا لحظة، شفت رأيت كلك، شفت لفت كلك، كلكم سووا من هالنقطة. يوم نطلع بلو برنت ان شاء الله بنسوي شغلات ثانية. احنا في النظام اللوجستي هني في اللعبة، نظام ثاني بيكون بحيث ان نحن ما نستهلك شيء، مش ما نستهلك شيء، كيف اشرح لكم؟ ان نحن ك
كل شيء يكون عنده في النظام اللوجستي خلاص، حتى نسوي اي كونستراكشن اي روبوتات يبنون وخلاص ومع السلامة لا اكثر ولا اقل. وناسي بعد في شو اسمه. اوكي الموضوع فيه كم شغلة؟ 4. ما يبون الاحمر يا اخوك، يبون الاخضر، يبون الاخضر ونحن يوه. اسميني سويت حق عمري شغلة. اوكي اوكي بوقف الاحمر من هنا. وينك يا اخضر؟ اخضر يا اخضر تلدن يا اخضر. حيت كان عندي هنا شل هذا. اوكي سوي لهم الحركة السحرية ونبى اثنين بعد غير نسوي لكم الحركة السحرية الثانية نزيد لكم الانتاجية شوي. اوكي شغل هذه لحظة سوري هايل هايل. 1 2 1 2 1 2 والله الأخير ما له داعي. بكل صراحة أتكلم بكل جدية أضعف من الإنتاج هنا، فشو راح يكون المصير؟ المصير إنه راح يكون في رمى سوي حل ثاني لكن مش عملي اللي هو سمارت إنسيرتر، لكن هو ما بيكون فعليا وايد عملي يعني. لكن تعالوا عنا اللاين نحن وين فوق أصلا بيكون مكان هذا اللاين، بقطع اللاين هذا زين إن شاء الله يكفيني مكان شنطتي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أوكي هنقدر نودي مكان ثاني بعدين، خلنا نركز الإنتاج مكان ثاني. تمسك هاي العقن، انت تمسك هاي العقن، خل بقيت عندي مشكلة انا على الاغلب ما راح يكفي. وينك يا وينك وينك يا ويلك، يقول وينك يا وينك ويلك يا ويلك. كان يقول شو كان يقول؟ والله ما اعرف يا جماعة شوي مضيع. هذا الصغيرون عقب انا شو اللي ما ابغى. خلنا نشيل هذا المنطقة، قلت لكم شوفوا هذا مكان مسكر الدرب الحين. اوكي تعالوا شو هذا اللي هو انزين اني بلكم شو يا اصدقائي بيكون بهذا الاتجاه لكن ممسوحة هذيل ولا بالحرام السحة هايل. اوكي ما نبى هالكثر، نبى حق هذا اللي هو اللي هو هذا هو مشكلة يعني موجود ترى عندنا لكن مش قضية يعني. هيا يلا خلنا نبدأ بس بسوي بالعكس. انت هني اوكي انت هني كلهم نفس الدرب اسويهم بغير اتجاه على حسب الانتاج اللي عندي الصراحة. مانباك 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 انتو مانباكم. اوكي ولا انت نباك لانه اذا يبنى لكم سبلتر من هني لازم نبي سبلتر مكان زين
لان السبلتر هذا راح يسوي له شو سبلت في كل الاحوال. اوكي الجرين سيركت بيعقف الوسط بيشيل من هني. اوكي ما بايب بليت الصوبين فهذا ما بحتاجه. اوكي هذا بحتاجه لكن ما اظن بي بليت من الصوبين يا جماعة الخير تمام الصدق يعني. ما اظن بي بليت من الصوبين لا ما لي خاطر اجيب من الصوبين. انت تعال خلنا اعدل عليك لازم شوي نوسع المكان. شوف المصنع مضخمة لكن المفروض ما اسوي شيء الصراحة لان المكان يعتبر لا ينتهي الصراحة. المكان يعتبر غير منتهي. هاي نظام اللعبة يعني يقول لك هذه اللعبة لا تنتهي ولا الخريطة بالأحرى لا تنتهي. مش اللعبة فيها ون اللي هو فيه صاروخ تسويه وتطرق صواريخ على الفضاء يعني مخلوقات الفضاء وتنتهي اللعبة. لكن تقدرون تعتبرونها على السيستم الحالي أحس إن ما تنتهي أكثر من تنتهي صراحة. أمكسهم ولا ما مكسهم لأن هذا أكثر من كفاية. لا ما مكسهم مش حد إنه عشق مكسهم. ما مكسهم يعني هذا بما أن هذا الوضع اللي ما مكسهم بسحب هذا لين هني. لا مش لين هني سوري هذا بيكون لين هني. اوكي الحين بشبكه والثاني بيكون لين وين. لا هذا بيكون صعب شوي وضعه على فكرة. هني عنده حديد هني بيكون عنده حديد هناك. شو بسوي؟ شوفوا نيشل هذا نودي هذا هنا. اوكي ما يكون في حل غير هذا يدخل عند هذا المكان. اوكي وانت ما حد يضايق. اوكي ما حد يضايق بأي شيء. استهلك قد ما تبي يقول لك أسلك. وصديقنا اللي ينتج الإلكترونيات يعني ترى موضوع بسيط على فكرة يعني مش قضية ومرينا عليه قبل. لكن شو ها استوى تعديل للوضع مثل ما تقولون عدلت على حسب منه المكان. المكان تطلب تعديل معين عدلت التعديل المعين. كان الله غفورا رحيما. بس وهذا ها ها قلنا ما نبغى نحن ها محصل كل شيء. ممكن ننسخ هذا انا حس تصميمه زين لكن بعد ما له داعي يعني. كان الصح موجود هني خلنا نرجع نفس المكان. دام الموارد موجودة قريبة ممكن يكون ثلاثة هذا أفضل لأن هذا ينتج كم واحد اثنين هاكل 20 ثانية ينتج واحد عندنا 10 كل ثانيتين نحتاج حبة. هذا يعني ينتج لنا أوكي يحتاج ثلاثة
هذا نحن كل ثانية عندنا أربع حبات، أوكي؟ وهذا كل ثانيتين يحتاج ثلاثة، أوكي؟ بس لكن بيسوي ستاك على فكرة، بيخزن. الحين نصنع روبوتات نفسها، أوكي؟ لكن أحس والله خير العالمين إنه ممكن أزيد الإنتاج أنا، أوكي؟ بهاي الطريقة بكل سهولة. تعال تتحب تحت. اخ اكثر شيء في العالم مستوى. أكثر شيء في العالم ما داني الحركة هاي. أوكي مشيت من هذا، في مكان حق التوسعة هني بعد فنان يعني، مش كثرة أبدا. ممكن هذا تجلنا هايل. عندك كهرباء؟ كيف ما عنده؟ اه اوكي، في على اساس عمود هني صح، كان زين. كان هذا وايد عادي، رمي تسوي اندر جراوند بولت واطلع منه اذا اكتظت الحوائج، بيكون مش صعب اني اطلعه. لكن هذا ما يوصل لهذا. يعني من المستحب ان نحط صديقنا هذا بجنب هذا، الكهرباء جنبهم. اوكي غلطت فيه حبة واحدة. اوكي ونحط هذا هني، هذا وين هني، ونحط لهم كهرب هني، ونقول حق هذا كم هير. اوكي دبلنا. انت تشوف كيف وقف المكان very nice. الحين نحن نبغى ننتج روبوتات يبالهم الاحمر، قلت لكم شكلي برد الاحمر اخر شيء، يبالهم الاحمر والاخضر. اوكي انا اسف، انا اسف. وينكم انتو؟ تعالوا حكم علي. خلي اجرب الحركة، ابغى اجيبه من الوسط. هذا من وين؟ من حركة صديقنا تي. والنيب هذا بشو؟ لا ما نسوي تي، هاي بتكون غلطة، بتكون غلطة. النيب سبليتر اظني، خلنا نبتعد، هذا احسه خطر على المكان. ما احتاج برونز هنا اكثر، كله ما احتاجه، كلش كلش ما احتاجه. اوكي الحين شو صار عندنا؟ خطين الانتاج انا
في سوالف نفس الروز والشروط كيف تحطيهم، لكن ابى امدها شوي زياده يعني، ما اعرف ليش، ما له داعي، لكن احس انه فكره زينه ومديته في خط غير يعني. ما يبالي حتى هذا وايد، لحظه كل من هاي يسد هاي الهاي بالذات لازم يكون لوجيستيك. اوكي شو بنسوي؟ شل هذا، هذا نبى من هذا ومن هذا، يكون فنان كلهم صوب واحد، من هذا نشل، نسوي اثنين لوجيستيك جست. زين وين اللوجيستيك يا اصدقائي؟ ما عندي اخ، ما عندي ستيل بعد هذا كله، ما عنديش ستيل، ما عنديش ستيل. بنبني الكونستراكشن ولا لوجيستيك؟ في رولز نروم نحطيهم، لكن الحين انا مش وايد يعني، انا افكر في الرولز وهالسوالف، يمكن يستوي عنا فايض عقب ولا كمية ما لها داعي واقوم اغير شوية، لكن حاليا لا، حاليا ما افكر اسوي شيء نفس هذا الصراحة، ابدا ما افكر اسوي شيء نفس هذا، احس انه بتكون غلطة، ما اعرف ليش، لكن هذا احساس. خلنا نسوي هاي زين. الحين هاي الشيء بس هم يسوون كونستراكشن، وهاي الشيء يسوون هاي اللوجيستكس. اوكي في حركة نقدر نحط لهم انسرت دايركت وين، ها وايد سريع انت لحظة. اوكي واحد يشيل الاحمر، واحد قاعد يشيل شو الاخضر. اوكي كونستراكشن ما اعرف كم بيكفي صراحة، لكن بخليه ينتجون فترة، وبعدين شو بسوي؟ سكس. هني وين يجون الروبوتات على فكرة؟ وين يقعدون؟ هم يقعدون هني من هالمكان، اي مكان نطرب فيه روبوت عقب يتحركون. هذا هني، لكن انت ما منك وايد اتصور، انت بحتاج منك وايد، عقب فترة انا يمكن اوقف على الاغلب. اوكي الحين اللي بنسوي حقهم شو؟ ريبير باك. ريبير باك شو يباله؟ ما يباله شي، يباله الكترونيك سيركت وايرون جير شو ويل، يعني بعد ناخذنا من الكترونيك سيركت اللي هني، هل ما شاء الله قاعدين تجي اللي يكفيهم وزيادة. فشو ابى اسوي؟ ريبير باك. ريبير باك ما نبغى وايد على فكرة، يعني ما اتوقع محتاج الكثر. هذا شو يسوون؟ كونستراكشن روبوت يتحركون وش اسمه يصلحون المكان بدل ما نحن نصلحه، سواء عندك دباب، عندك اي شيء اي شيء اي شيء، هم الروبوتات اللي يتولون حقك، مش انت تتولاه. خلاص زمانك تسوي شيء بروحك راح. انزين الحين شو بسوي انا؟ ابى من هايل واحد. اوكي بما ان اصلا هايل وايدين، اوكي شو بسوي؟ طلع الانتاج مكان ثاني. حلو حق منو؟ حق ريبير باك. هذا ريبير باك بيكون وين؟ الطريقة هاي، وهذا المكان بنخليه حق شو؟ كان اخلي حق الروبوتات تشل. هذا افضل مكان شوي لانه مستهلكين مكان الصراحة. وهذا موصله حق شو؟ حق ايرون في المكان. نبى مكان، مكانين للانتاج، واللي هو راح يكون وين؟ هني. حلو، واندر جراوند
اوكي هذا بيقطع على الثاني انتاجه، مش مشكلة. اللي بسويه بودي مكان ثاني من هالصوب. اوكي هذا شو بيسوي للمكان هذا؟ هذا المكان بينتج له ريبير باك. حلو ريبير باك وين بسوي انسيرت اوتوماتيك؟ في واحد من هاي اي مركز يحتاجه بيكون بيبدا ينتج. شو بيبدا يطرش حق التصليح وين ريبير باك؟ خلاص يطرشهم وين؟ هذا ريبير باك. بس اللي محتاج لنا الحين باور كورد. زين ونحط لنا شويه انسيرترز يجهزون بشكل سريع. ما بدا انسيرتر السريع يعني شو قاعد اسوي انا؟ اوكي يبالهم ايرون جير. اذا ايرون جير بسيطه مو مشكله. نشيل هذا نعطيه، ما بحتاج الكمية. انا اظني حتى هذا واحد يمكن يكفي الموضوع كامل على فكرة يعني. اوكي نشيل هذا هنا. هذا يعطيه شو؟ ايرون جير. بس هذا شوي خلنا سرعة. وهذا بعد خلنا سرعة. اوكي استوى الحين عندنا انتاج منو؟ غير ترى كل شيء سريع. استوى عندي انتاج ريبير باك، والريبير باك يدخل هني. خلاص اي شيء عندي خربان كم متواصل. بس لوجستيك احس انه اوفر، ما احتاج الكثر. بس الحين شو محتاجين احنا نسوي من كل هذا؟ محتاجين نسوي شبكة. يعني انتوا لو شفتوا احنا سوينا كمية من هذا. ايش كمية تعتبر؟ شوفوا الاصفر حق اللوجيستكس. شوف لوجيستيك يسمونه شوف روبوتس. على فكره حطوا ببالكم ان الموضوع عباره كهرباء ترى، مش تعال حطوا توكل. لا في كهرباء، في كذا، في هذا. لو سمحت شكرا. شوفوا الحين في خط كونكشن بينهم. من نحتاج هنا اي نوع من انواع الروبوتات ولا اي شيء يمكن خربان ولا هذا عادي بيون. شو اسمه هذا لوجيستيك موجود في الخط. ابغى احط شغلات لوجستيه شوي في المكان كله على اساس ان اي شيء ولا الكونستراكشن روبوت يقدرون يشلونه. عرفتوا عندنا واحد ثالث بحطي ممكن يكون بالطريقة هاي. بعد عندك كهرباء واحد أبا وين يكون؟ ممكن هني، لكن هاي يبغى لك كهرباء. إيه حطي لك كهرباء. من انترس هناك وأي شيء هاي يطلعون لأي سبب يعني بيوقف الإنتاج ينفول هناك. بس من أحتاجهم لأي شيء من شغلات بيكون هذا متوفرين لي. بس انتوا لازم تركزون كيف انا قاعد اسوي كونكشن على فكره، لانه هذا التريكي بارت ابوت على فكره. اذا وصلتهم غلط انت ما راح تستفيد. اوكي انا احاول اوصلهم مكان يكونون كونكتد ويغطون اليوتيليتيز اللي انا محتاجنها. مثلا يميني واحد هني وغطي المكان بشكل ممتاز، لكن ابا واحد وين بعد؟ ترى هذا تشوفوا العلامة الصفراء بتكون هي الشابكة بينهم، اساس يكون بينهم شو كونكشن نستفيد من منو. هني في مال حصل مش وايد ضروري اني اشبكه يعني، لكن هني بيكون مفيد اكثر حقينا هذا المكان. يعني بسوي الحين صناديق لوجستية هناك هني. هايل اوريدي من زمان صناديق لوجستية اظني غيرتهم. هايل صندوق لوجستية هي من زمان. هاي مطلب منه 400 من ينقص عندي بيجيب لي ترى على فكرة. كهرباء ان شاء الله حاضر.
كلهم فيهم كهرباء. اوكي ماتيريال فور كونستراكشن، شوفوا ناقص ماتيريال حق الكونستراكشن. ما الحين قاموا يشتغلون، وش يسوون؟ يدورون الشغلات اللي ناقص. انا ابغى ابنيها هناك. قاعدين يفكرون انهم يبنونها، مش يفكرون، شغالين على اساس انهم يبنونها لي. بس الحين بجرب كم تجربة انا اصلا، ما بخلي الموضوع شي سايب يعني. لابد ندق تست هذا شوي يبغى الكهرباء. هذا موجودين هنا، اوكي ممتاز. الحين شو بنتج؟ مثلا بنتج هاي الافران، اوكي ما بنتج هاي، بصير هني بعقلهم شو يبغى الافران. يبغى الستون بس، اوكي عندي انا هذا صح، هذا موجود. الستون على هواكم الصراحة متوفر ما شاء الله يعني. زين اشيل الستون اعقل في صندوق شو اللي هو اللوجستي باسيف بروفايدر، اللي هو يعطيه بروفايد حق الكونستراكشن، يعطيهم اكسس انهم شو يسوون، يبنون عندنا. انا مثلا ببني اوبن، بقول مثلا ماكسيموم خلي 50 حقي وتوكل، بس ما يطول حتى. يمكن الحين شوفوا قاعد يجيبوا لي هاي اللوجستيه اللي كنا مسوينهم، قاموا يتحركون في الخريطه شوفوا. بس الكونستراكشن لازم الحين يبدون شوي شوي يتحركون من مكانهم. انا مشكلتي لازم اسوي ابديت حق منو، حق بعض خطوط الانتاج، بحيث ان الشغلات اللوجستيه وين تروح؟ دايركت على هذا، لا اله الا الله، دايركت على الكونستراكشن روبوت وغيره. حيث ان الكونستراكشن روبوت ما يتلعوزون، يكون في انسرترز، فاست انسرترز، يكون في خطوط عامه بشكل عام. بس الحين شو المشكله هني؟ اظني ما عنده، ما عنده اكسس على اللوجستيه، يمكن ما يقدر يشيل منه. هذا موضوع ثاني بيكون. مو مشكله، لوجستيك روبوت بنحط واحد من هذا وين يشبكهم كلهم على المنطقه اللي تحتها. يمكن تفضلوا علينا يتحركون. كونستراكشن روبوت، ايوه شوفوا تحركوا. الحين حق هالمحطات انا شو بحتاج؟ شوفوا يلحقوني، يبون يعطوني سمان. ترى يحط لهم هناك 400 من هذا، يروحون يشلون ويردون، يروحون يشلون ويردون. اوكي انا بغير البلان مالي. مثلا يوم بسوي بلان، بسوي خط انسرترز. لحظه، انسرترز شو يباله؟ الكترونيك سيركت موجود هنا، ايرون ويل، ايرون ويل. اوكي بناخذ من هنا. اوكي خلنا مسحايل، بسوي ان ذا جراوند بيلد. زيدوا شيء حق اللوجيستكس، مان وركر ريبورت، كومبات روبوتكس. لا بنزيد ربعنا اللي قاعد يبنونه حاليا، هو بنزيد شو سبلتر هني، وحتى هذا بنيب سبلتر من ورا السبلتر اندر جراوند. اوكي نجيب لنا شو روبوت. هم يبون ثلاث شغلات، اوكي يبون يا اصدقائي اي لحظة، مثلا سرتر شي يبون لك، يبون ايرون بليت، ايرون جير. خلاص احنا بنمرر الايرون بليت عليهم. زين بنسوي هذا، زين بنحط سبلتر ثاني حق المكان. ما عليك كثر السبلترات شوي، بس هذا السبلتر هذا راح يحل لنا شو مشاكل. هذا مكان صح، وهذا بينتج فيه شو بيكون؟ بننتج فيه الايرون جير، اللي هو بنسوي فيه منو بنسوي، خلنا نسوي المجموعه من هاي. اوكي كل هذا عشان ننتج حقنا انسرترز حق منو، حق الجماعه الطيبه اللي هني. بنحط لنا واحد، ما نبغى يعني انتاج كبير اصلا انسرتر. اثنين، زين بنحط لنا واحد يكون، والثاني بعيد شوي. اوكي بخبركم ليش بعيد.
ونحط اندر جراوند بيلت وخلاص. وهذا بينا من هني لين وين؟ لين هني بالسبلتر. شوفوا السبلتر هنا كيف بيفيدني. زين نحطيه هني، وهذا بينا هني لين هني بالسبلتر بنحطيه هني. اوكي، واحد اثنين واحد اثنين. هذا بينتج لي انسيرترز اللي هم منتاجهم جدا اوكي. لحظة، سويت النوع الغلط انا. ليش ما تخبروني؟ ها؟ ليش ما تقولوا اني مسوي نوع غلط؟ نحط هذا وين؟ هني. كهرباء اسهل شيء في المكان. عندي كهرباء، ما في مشاكل. ونسوي في المكان هذا انسيرترز كوبيست. نسوي له كوبي بيست، يطلعون الاثنين يتلاقون وين؟ المكان هذا. اوكي، صديقنا هني ابا سيده، بس ابا سيده، مش على كيفهم ما يسوونه سيده، على كيفهم هو. كل ما هذا ما يصير قال لي شنو اقصد من ادفانس سيركت والكترونيك ستيل تشست. انا شو سالفتي مع الستيل تشست؟ ما كل هالستيل اللي قاعد اسرقه من الصبح، واخر شيء يكون ما عندي ستيل؟ حرام عليكم. ايه ده يا مفترين، يا مفترين، ايه ده؟ اوكي، الحين بنحط لهم انسيرترز، وبحط لهم بلت العادي شوي، يمكن مونستاك حق البلو برنتس مالنا، يعني اساس انه تعال انت تبى تسوي جير، تبى تسوي جير بعد، تبى لك هذا، وانت يبى لكم كهرباء. زين، خلنا نسوي لنا شوي هني، بيكون عندي انسيرترز وايد الحين. صبر، الحين من احط شيء بيكون شو حط مثل ما شرحت لكم. لازم هو الشرح شوي يباله كلام بخصوص، يعني بعد ما في كهرباء، حطيت مليون عمود كهرباء ولا شيء. خلاص هذا مغيظني. ليش هني؟ انت ليش هني؟ خلنا نخفف الزحمة شوي اخوكم. انزل، طيب ما بينتج للأبد هذا، يمكن 100 ماكسيموم، ما احتاج اكثر الصراحة. انا مش طالب على فكرة هذا الكونستركشن. شوفوا بيبني الحين، يابولنا كل اللي شوف اللي نحتاجه، لكن في البلان مالي شيء وايد من هذا، وايد شيء من هذا، وانا ما بنها الصراحة. المهم ان شاء الله هالحلقة خلصناها، سوينا الروبوتات وسلسلة الروبوتات، لكن في الحلقة الجاية انا بسوي شغلات شوي ثانية اللي هي تنظيم الروبوتات اللوجستية والتعمير والبناء. ونشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة وجديدة مسلية ومفيدة اكثر من هذه بإذن الله.